بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا حبيباتي، أهلا أخواتي، مرحبا بكم، كيفكم دايرين لاباس؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس وبخير بصحة يا رب. اليوم جيت نخدم معاكم غراتان تاع الشيفلور والجلبان والخضر بدون لحوم، اقتصادي، خضرة موسمية، تي رائعة، إن شاء الله تجربوه معايا وتفرحوا به وبصحتكم. بسم الله. هنا الجلبان بسلة كان لها وقتها وقت الشتاء ما شاء الله، نقشروها كما الأخوات يعرفوا ينقوها، نغسلوها شحال نغسلها، الشيفلور نغسلوه، زرودية تاني، الجزر نقطعوه مربعات صغار، البطاطا تاني مربعات صغار، الخضرة اللي تكون كاينة ديروها، كل شيء غسلت مليح، قطرتهم، درتهم في درت القدرة لتحت، بعد ما غلات حطيتهم يفوروا في الكسكس، نبلع عليهم ونخليهم حتى كي ندخل السكين الموس نجبر صاي طابو معناها صاي يكونوا جاهزين معنا. حنا نجيبوا المقلة نحط فيها الزيت، 5 مغارف تاع الزيت، حطيت حبة بصل كبيرة قطعتها مربعات ونخليها تتقلى حتى تذوب، من بعد هذيك الطماطم تاني نقطعها مربعات ونديرها تذبل معاها يذوبوا يتحمروا، بالله عليهم نخليوه على نار هادية، راكم تشوفوا متحمروا معانا، نضيفوا الملح، فلفل أحمر، اللي يحب الحار يدير فلفل أحمر الحار ولا الهريسة ولا هذه، شوية عطرية، شوية كركم، شوية فلفل أسود، ونمرق بقطيرة تاع ماء شوية تاع ماء باش التوابل ما ينحرقولناش، زوج دقائق ونطفي عليهم. اللي هنا في هذه المرحله اللي تحب دير اللحوم دير لحم مرحي ولا دجاج ولا اللي كاين، حنا رانا مع اقتصاد. هنا من بعد ما وجد حطيته في هذا كاسعه باش يبرد لنا. هذيك لاصوص اللي خدمناها تاع البصل والطماطم زدت عليها الثوم، ترى رابيت زوج فصوص تاع الثوم يعطونها بنه، وانا زدت مغرفه كبيره تاع الجبن، نتوما ديروا تاع مثلثات ولا رابي ديروا حاجه اللي تضيفوها تزيد لها بنه، خلطهم كامل مع بعضهم الجنس الخليط. انا جبت 4 حبات تاع البيض وانتم على حساب افراد العائله، ديروا المرشه تاع ملح ونخلطوه بالفرشيطه مليح، واللي عندها لاكخان فخاش دير، انا درت نص كاس حليب، رانا مع الاقتصاد، حاجه اللي كاينه في الدار موسميه، حوايج اللي كاينين نديروهم. نشعلوا الكوشه اللي نقصت لها على نار هاديه، هنا نخلط كامل المكونات، انا ما عطيتوش حتى الوقت، راه عاد حامي، ثم كما الاخوات العاملات ينجموا يديروا هذا كل شيء، هذه المراحل، يبقى البيض في الاخير كي يدخلوا من خدمتهم يحطوا عليه البيض، يحطوه في البلا ويديروا عليه البيض وصحي، ويدخلوا في الكوشه يطيب على شكل اومليت وراه يكون جاهز. هنا انا ضفت قزبر قطعته رقيق، نزيدوا البيض مع الحليب مع شويه ملح شويه فلفل اسود، بالفرشيطه نخلط شويه باش البيض يدخل لنا وتخرج لنا على شكل اومليت تجي متماسكه كما راكم تشوفوا. خلطتها مليح، دخل البيض كامل، ندخلها الكوشه، نشعل من تحت ومن الفوق، كي نشوفوها صاي تماسكت الخليط تماسك البيض طاب صاي، ما تديش كامل الوقت معاكم، هي شعلت لها من تحت ومن الفوق، نصبروا عليها الوجه نتاعها يتحمر لنا يتكراتينا، اللي تحب دير الجبن على الوجه دير، حنا كيما هكا وراه بنين ورائع ما شاء الله، أكلة شتوية دافية الله يبارك، مع سلطة مع خضرة في خضرة، سلطة هنا تاع الخس، أوراق، خيار، طماطم، مع رشة عصرة تاع ليم، رشة تاع ملح، شوية تاع زيت الزيتون، وجبة كاملة متكاملة، والله غير ولادكم ياكلوه ما يعرفوش كامل اللي شيفلور ولا الخضره مخلطه كتير رائعه، ان شاء الله جربوها. وكنت ديرتها معاكم من قبل، حبيت نعاود كاين الاخوات اللي ما شافوش الفيديوهات السابقين نعاودوها مع بعض، معليش خاصه هنا في هذا الموسم تاع شيفلور وجلبان، اغتنموا الفرصه وديروها بصحتكم، ان شاء الله جربوها وتكتبوا لي في الكومنتات. اللي وصلت معي لهنا ما تنساوليش حبيباتي اللايك جيم، واللي دخلت معنا جداد مرحبا بكم،
نورتونا، ما تنساوناش الاشتراكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنساوناش التعليقات الرائعه نتاعكم اللي تشجعنا وتحفزنا. ربي يجازيكم كل خير، تشوفوا كل شيء طيب، راه عاد حاميه وراها متماسكه، تبرد تاني تجي رائعه تاني. استودعكم الله.